انا محمد، عندي 10 سنين، حلمي ان انا ابقى شيف. وواقف اقترحت على مامتي ان انا اعمل عربيه سندوتشات، وماما قالت لي يلا نعمل الفكره دي. ودلوقتي انا على العربيه سندوتشات، وحلمي ان انا كل ما اكبر كل ما اكبر معايا العربيه. ان انا من الصبح بصحى بروح المدرسه، اخلص مدرسه اجي هنا اذاكر، وبعديها اشتغل مع مامتي. يعني مثلا ساعتين مذاكره وثلاث ساعات اربع ساعات كده مع مامتي. بشتغل اللي انا بعرف اعمله كريمه عسل، كريمه مربى، كريمه شوكولاته. وانا برضو اكتر حاجه بعرف اعملها هي كريمه عسل. لا ما بزهقش، هو انا اصلا بحب ابقى شيف، ويوم اللي انا ما بجيش فيه بزعل ان انا اصلا ما جيتش. نفسي اعمل ان انا اكبر حلمي، واكبر حلمي انا وماما، وكل ما هكبر ان شاء الله كل ما اكبر العربيه دي معايا. ونفسي برضو ابقى لما في محل كبير اطلع مامتي عمره واحده.